عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. إذن متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، تواصلنا مستمر وانطلاقاتنا مستمرة مع هذا أيضا الصباح. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع جلمودة حمد بن عوض بن زيتون المهيري، سجلت أيضا 9:43 يعتبر التوقيت الأفضل حتى الآن. نسير مع الشوط الثالث وهو الشوط الأول للزمول المحليات الأصايل، بنوك المستقبل بالفعل، بنوك المستقبل هنا مع هذا الانطلاق. أتابع الأسماء المشاركة بهذا الشوط، مخلاب مشارك بهذا الشوط، زاهي، مياس، مهاجر، الشهم، والشامي، مشاكل، وشاهين، ومريع، وشاهين، التبر، ريسنج، وشاهين. ما شاء الله يا الأسماء المشاركة، الشعارات المنطلقة بهذا الشوط. ننطلق مع المركز الأول، نتابع مخلاب على مقدمة الشوط، مخلاب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي، بينما المركز الثاني يتقدم شاهين الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، بينما المركز الثالث ثالث الأسماء شاهين محمد بن حمد الأسود العامري، بينما المركز الرابع مياس سعيد بن محمد الكليل العامري. ننتقل إلى المركز الخامس، المركز الخامس هذا هو شاهين محمد بن مبارك بن سالم بن نويع الراشدي. المركز السادس وصل مهاجر محمد بن سالم بن مصبح الاكتبي، أيضا شعار مياسة اللي تابعناها في الشوط الأول يعود مع مهاجر بهذا الانطلاق. بينما ننتقل إلى المركز الثامن أو المركز السابع بهذه اللحظات، مريع سلطان بن علي سعيد بن سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي، بينما المركز الثامن زاهي محمد بن سالم بن حمرور العامري. المركز التاسع وصل الشامي عامر بن مسلم بن علي العامري. المركز التاسع، تاسع الشعارات مشاكل صالح بن علي بن سالم العامري. والمركز العاشر اللي وصل مع المركز العاشر بهذه اللحظات، بنشوف القادم مع المركز العاشر هذا اللي هو شاهين علي بن عبيد بن سالم الراشدي. هذه النتيجة، نداء الأول للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة بهذا الشوط. نتابع شعارات أيضا الخلف الكادر الإعلامي والشعارات المنطلقة.
نعود مع المركز الأول، نعود مع صدارة الشوط والبداية الأولى. مخلاب من يقود الأسماء؟ عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي، من يقدم لنا مخلاب على مقدمة الشوط غائدا لهذه الشعارات، غائدا لهذه الأسماء؟ ولكن شاهين غير، محمد بن حمد بالأسود العامري بدأ يغير. شاهين في المركز الأول ويقود الأسماء، يقود الشعارات شاهين على مقدمة الشوط، باحثا عن الفوز والناموس، باحثا عن الانتصار. هذا شاهين سبق وان شارك بهذا الميدان قبل اسبوعين واحتل المركز الاول، واليوم يبحث عن ايضا انجاز اخر، يبحث عن انجاز اخر بهذا الانطلاق. بينما المركز الثاني يتقدم اللي هو شاهين الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، من يقدم لنا شاهين على مقدمة الشوط؟ بينما المركز الثالث يتقدم مخلاب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماء، نتأخر إلى رابع الشعارات. نتابع الوصول من مياس سعيد بن محمد الكليلي العامري. المركز الخامس وصل مهاجر محمد بن سالم بن مصبح الاكتبي. المركز السادس يتقدم ريسنج محمد بن مبارك بن سالم بن نويع الراشدي على سادس الأسماء. المركز السابع وصل مريع سعيد بن سلطان بن ميرين الاكتبي. والمركز الثامن هنالك مشاكل صالح بن علي بن سالم العامري. المركز التاسع وصل زاهي محمد بن سالم بن حمرور. خلاص نكتفي بهذا القدر، بنعود إلى الصدارة، بنعود إلى المركز الأول. مقدمة الشوط، البداية الأولى، الرقص الأول هنالك مع هذا الاندفاع، مع هذا الانطلاق المميز، انطلاق شاهين. الله 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 الله، شاهين مع البداية. محمد بن حمد بن محمد بالأسود العامري، من يقدم لنا شاهين؟ والسلالة الشاهينية بالفعل، الباحث عن الفوز والباحث عن الناموس. هنا مع هذا الانطلاق ينطلق مميز، ينطلق ويسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة بالفعل. السلالة الشاهينية، هذه السلالة المعروفة، سلالة شاهين بالفعل. محمد بن حمد الأسود العامري كيلو الأخير يا مضمرين، كيلو التحديات، كيلو المنافسة، الكيلو اللي بعد الفوز، الكيلو اللي بعده الناموس. المركز الثاني مخلاب، عاد مخلاب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي على ثالث الأسماء. المركز الرابع يتقدم هاجر محمد بن سالم بن مصبح الاكتبي قادم على ثالث الأسماء. المركز الرابع هنالك أيضا شاهين الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. المركز الخامس وصل زاهي محمد بن سالم بن مسلم بن حمرور العامري، ما شاء الله يصل مع المركز الرابع ويغير إلى ثالث الأسماء. بهذه اللحظات نعود إلى البداية، شاهين على مقدمة الشوط. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بدأ بالانطلاق، بدأ بالمغادرة، بدأ يغادر إلى الفوز، إلى الناموس. ما شاء الله، شاهين شاهين شاهين. محمد بن حمد بن محمد بن أسود العامري يعيد الإنجاز، إنجازا على إنجاز. هذا شاهين، قلنا لكم بالفعل بالأسبوع الماضي كان ايضا حاضرا بهذا الميدان، واليوم يسجل ويضيف النقطة الثانية بالفعل الى رصيده. سلام سلام بالاسود، سلام سلام شاهين، سلام ثاني والناموس لمحمد بن حمد الاسود العامري. المركز الثاني زاهي محمد بن سالم بن حمرور العامري. المركز الثالث كان ايضا مخلاب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي. والمركز الرابع مهاجر محمد بن سالم بن مصبح
الاكتبي، والمركز الخامس شاهين بشعار الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ. هكذا التوقيت الزمني 9:37 سجل معنا بهذا الشوط اللي هو شاهين. ما شاء الله تحطم التوقيت تحت اقدام شاهين. محمد بن حمد بن محمد بالاسود العامري بالفعل، توقيت مميز واداء مميز.